لكل مربي النحل وعشاق تربية النحل. اتفرجوا بقى على نزول النحل على نبات الحندقوق، ذو الأزهار الجميلة الصغيرة رغم إنه هو بيجمع منها الرحيق. شايفين أهو. النحل بيعشق نبات الحندقوق، له رائحة ذكية جدا. بيظهر في فترة نقص المحصول الزهري للمحاصيل التقليدية في المزارع، وعشان كده بيغذي النحل تغذية طبيعية، مش محتاج ان انا اعمل تغذية بالسكر. مشاهدينا، في باقة افكار ما تنسوش باقة افكار بلايك وسبسكرايب. دي أزهار شجرة اللوسينيا، جميلة جدا، لونها الأبيض ده رائعة وجاذبة للنحل، قوية جدا. الأخضر ده برعم زهري لم يتفتح. تشبه زهرة الصنط، وعشان كده بنقول عليها الصنط الأبيض، إنما زهرة الصنط لونها أزرق. الأهم من النحل لما بيتغذى عليه بيدينا أفضل أنواع العسل، لأن عسل السدر وخاصة من اليمن بيبقى أجود أنواع العسل وأغلاها في الثمن، طبعا لأنه أغناها في القيمة الغذائية. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. مشاهدينا في باقة أفكار، أهلا وسهلا بكم معانا النهاردة في جولة في حديقتي المنزرعة بالخضروات عشان أقول لكم صباح الخير مع كل الجمال اللي احنا شايفينه ده. دي عبارة عن نباتات فجل ولفت مزهرة، شايفين الازهار جميله ازاي. دي زهره الفجل، واللي لونها اصفر الجميله جدا دي زهره اللفت. شايفين الجمال، شايفين الجمال. النحل مشرفني اهو في الحديقه وعامل الواجب، بصراحة عامل الواجب. كل الفجل واللفت عقد وحول وكون قرون اهو، زي ما احنا شايفين، زي ما احنا عارفين. النحل مهم جدا لعملية نقل حبوب اللقاح وزيادة نسبة العقد في الأزهار وتحولها إلى ثمار. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. مشاهدينا في باقة أفكار، أهلا وسهلا بكم معانا في فيديو جديد. النهاردة هنتعرف على نبات من نباتات الزينة المهمة جدا خاصة للنحل، وهو نبات عنبر كشمير. النبات ده اسمه في اللغة الإنجليزية البلانك فلور، اسمه العلمي الجلارديا جراند فلورا. بيتبع فصيلة الأسترياسي، مشهور في بعض الدول باسم المدخلة أو الخلدونية خاصة في العراق. الاسم العلمي للنبات، الاسم الإنجليزي اسمه بلانكت فلور. النبات ده حولي شتوي بيزرع في شهر، من أول شهر يونيو إلى شهر نوفمبر، وبيزهر في شهر ديسمبر حتى مايو من العام الذي يليه. يعني بيستمر في الإزهار لفترة طويلة. بيبلغ طول النبات حوالي 60 سنتيمتر. ورقة النبات ورقة رمحية اهي، مسننة بشكل غير منتظم. النبات بيدي أزهار شعاعية بالشكل ده، جميلة جدا، ليها ألوان مختلفة باختلاف الصنف. في منها اللون الأصفر الفاتح، فيه الأحمر الداكن، فيه الأصفر المحمر، فيه النحاسي الغامق، وكل لون له صنف معين. طبعا بنزرع النبات عشان جمال الازهار الرائعه دي، زي ما شايفين نحل العسل على الازهار، وبياخد منها كم كبير جدا من حبوب اللقاح. النبات انا لما بزرعه في المشتل بيزرع بيديني شتلات كبيرة جدا. لما بيوصل طول الشتلة من حوالي من 5 ل8 سنتي، ببتدي اعمل له تفريد في الاحواض، سواء في الحدائق او في احواض حوالين مشتل النحل. عليه النحل بشكل كبير جدا، بيعمل تغذية من الأزهار اللي احنا شايفينها دي. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنشوف المرحله الثانيه من تزهير حبه البركه وتكوين الثمار اللي هي عباره عن القرن الواضح قوي ده في الصوره، ونلاقي داخله البذر. بنسيبه حتى اكتمال النضج قبل الحصاد.